هذه الشهاده اللي بغينا كاع في الحياه. نكبر بكم ونقول لكم الله يبعد علينا المصايب، وشكرا لكم اللي جيتوا عنا وسولتوا علينا ماشي على شي حاجه. شوف لي كي داير. صباح الخير، واش لي زاميس كو سافا، مرحبا بكم في فيديو جديد، فلوغ جديد. بعد ما جينا لهاد الدوار اللي كيتسمى تاكموت وصورنا لكم ديك البلاصه تمثل فيها المسلسل ديال بابا علي وصورنا لكم الحاله ديال الدوار، اليوم ان شاء الله غنشدوا الطريق عاوتاني لواحد الوجهه جديده. الوجهه اللي غنمشي لها دابا كتسمى تيزينتاست، وبعيده على هاد البلاصه هادي ب 24 كيلومتر. فوالا الاخوان، دابا وصلنا لتيزي انتاست، البلاصه اللي واقفين فيها حنا دابا كيف ما كتشوف فيها اشهر قهوه واللي طاحت بسبب الزلزال، القهوه ديال سي احمد. المهم الاخوان، هذه هي الحاله ديال القهوه كيف ما كتشوف، القهوه ديال السي احمد طاحت كامله. ولكن الحاجه اللي بانت لي في هذا السيد هنا هو انه بالرغم من الدمار كامل داكشي كدوي معاك الحمد لله على كل حال، واحد الشخص اللي متفائل ومتفائل بزاف، ومادام الانسان كيحمد الله بزاف وقت الشده فاكيد انه غادي يسر له وغادي يعوضه خير. السي احمد مول القهوه، السلام عليكم. الحاجه اللي لاحظتها في هذا السيد هو انسان متفائل بالرغم من هادشي كامل، كيرحب بالناس اللي داز منا، مرحبا بك اي حاجه. هاد الشهاده اللي بغينا كاع في الحياه. تبارك الله عليك السي احمد، الله يحفظكم، شكرا لكم. الرجل طيب، كنكبر بكم وكنقول لكم الله يبعد علينا المصايب، وشكرا لكم اللي جيتوا عنا وسولتوا علينا ماشي على شي حاجه. ربي كبير، راه حنا الانسان اللي جا عنا كنحسوا به، الدم ديالنا كيحس به، حيت كيف جا علينا، كيف جا علينا، عامل اللي كنهضروا معاه راه كيف جا علينا كيحيد لينا شي حاجه، شي حاجه من القلب ديالنا. فوالا الاخوان، دابا وصلنا بالرحيل، المهم الدري اللي وصلنا راه نوريكم. المهم الاخوان، دابا البلان ما فيه هو خاصني نمشي نقلب على شي بلاصه نحط فيها الحوايج ديالي، ومن بعد نقول لكم علاش ما بقيتش في تيزينتاست وجيت لبلاد بالرحيل. المهم من هنا ان شاء الله غتكون الانطلاقه الفعليه ديال الرحله الحقيقيه اللي غادي نشوف فيها بزاف ديال البلايص ونكتشف فيها بزاف ديال البلايص. فوالا الاخوان، دابا لقيت واحد الشومبر هنايا، المهم بقيت واحد لوطيل هنا ب 50 درهم، خديت هاد الشومبر هادي. السبب علاش ما بقيتش في تيزينتاست، درتها غير واحد الحلقه ديال العبور، الصراحه كنت باغي نخيم في تيزينتاست، ولكن بس سولت بزاف ديال الناس تلاقيت معاهم في الطريق قال لي من الاحسن ليك انك تمشي للاولوز ولا تمشي لاولاد بالرحيل ديريكت. علاش؟ قال لي لانه الطريق حاليا تما مقطوعه، ماشي مقطوعه وانما الترونسبور فيها قليل وقليل بزاف، داكشي علاش فكرت مزيان قلت نجي لهنايا لولاد بالرحيل، وهي مزيانه الصراحه باش نجي نشارجي لي باور بانك ديالي مزيان، ونشارجي التليفون ديالي، نشارجي اي حاجه، ونخدم شويه المونتاج ونحط لكم لي فيديو ان شاء الله، وبعد منها نكمل الطريق ديالي للوجهه الجديده ان شاء الله اللي غتعرفوها من بعد. ما قالتش بش، ما دلاش. صباح خير من ولاد بالرحيل، المهم دوزنا واحد الليله هنايا، واليوم ان شاء الله غنديرو الديبار باش انا نمشي لواحد البلاصه جديده. ولكن قبل ما نحرك البلاصه الجديده، اول حاجه غنديرها بعدا هي انه خاصني نتقبل اللعيبات اللي خاصني نمشي الطريق عاوتاني. ما بالنسبه للعيبات اللي خاصني، خاصني شويه الخضره، واحد الكومبينكوز والخبز، هادو هما الاساسيات اللي خاصني. المهم هاد السوق هذا كبير، فيه كلشي، اي حاجه تحتاجوها غتلقاوها هنايا. المهم دابا هما لي الخضره هنا، هادشي نمشيو ناخذو الخضره ونسول على الاثمنه في هذيك الساعه، نشوفو لي بغينا ناخذو. غناخذو دابا بطاطا، بطاطا ديالك 6 دراهم، كتعجبني البطاطا الصغيره على حسب كلشي في الكاميلا يا ساره.
المهم ناخذ مطيشه غاليه اليوم سعود دراهم، ولكن ما ناخذوش هذا، ناخذ انا غير شي ثلاثه الحكاج كيف ما قلت لكم دابا ما نحاولش نتقبل هذا الشيء هذا لانه كاين حتى وناس الله غير ناخذ هذا اللي باقى شي حتى شويه باش تصبر لينا على حساب الطريق. داش من بلاصه هاد الرمان هذا؟ هنا بلا زاده ها؟ هنا رودان؟ لا صبر رحيم اخوان دابا حنا في السوق دينا اللعيبات اللي خاصينا نرجعوا للوطي باش اننا نجمعوا الحوايج ديالنا ومن بعد نحرك الوجهه الجايه اللي غادي نمشيو لها ان شاء الله هي اولوز. عرفتش نطقها صحيحه ولا لا؟ اولوز ولا اولوز، المهم غادي نمشيو لها دابا نجمعوا الحوايج ديالنا اللعيبات ونتحركوا. فوالا الاخوان دابا تقدينا اللي خاصنا، خبز خضرة من طبيعة الحال، وأهم حاجة هما هاد لي كومبين كاس لأن هادو هما كلشي هما باش كنطيبو. إي فوالا وصلنا لأولوز، ولكن ماشي السونتر بالضبط، السونتر باقي هكا تقريبا، باقي لي 3 كيلومتر من هنايا. أنا جيت لهاد البلاصة الجبلية كيف ما كتشوفو هنايا، غادي نخيم فيها حتى لغدا إن شاء الله اللي غنتحرك في الجهة ديال السونتر. أول حاجة درت حطيت الخيمة ديالي، ثاني حاجة حطيت القويميلة ديالي كطيب. هاد القميلة غتجيب لك تفلي الطبيعي، ها هو فلي الطبيعي القميله كطيب في وسط منه. واهم حاجه اللي كتزيد من القيمه ديال البلاصه من طبيعه الحال يكون قريب فيها الماء، الماء هو. المهم الاخوان دابا الشمس قريبه تغرب كيف ما كتشوفوا، غادي نمشيو نرتاحوا وغدا ان شاء الله غنفيقوا في الصباح، غادي نفطروا وغنديروا واحد الجوله استكشافيه لهذه البلاصه هذه ونتعرفوا عليها عن قرب. صباح الخير، صباح الفياق بكري. الصراحة أول مرة في هذه الرحلة كنفيق قبل 9 ديال الصباح، لاباس 7 عادي. أول حاجة درناها التيكة ديالنا كطيب هنا، غادي نفطرو وغادي نمشيو باش أننا نديرو جولة استكشافية لهاد البلاصة هادي. المهم الاخوان هاد البلاصه في الليل ما فيها السميق اللي ماشي بحال البلاصه الاخرين اللي كنا فيهم. الصراحه بالليل كنكون فيهم واحد السميق اللي بزاف. اما بالنسبه للنعاس الصراحه نعست واحد النعسه لا باس بها، لان ديرون جاتني واحد الحاجه بالليل البارح ما خلاتنيش نعس مرتاح، اللي هي الثعلب. الليل كامل هو كيغوط في هاد البلايص هادو، وقيل هاد البلاصه هادي فيها الثعلب بزاف، داكشي علاش بقى كيغوط الليل كامل ما خلانيش نعس على خاطري. سيو دابا فطرنا وسدينا الطوانطه ديالنا، اشنو غادي نديرو؟ غادي نمشيو نجيبو واحد الدواره خفيفه هنا في هاد المنطقه هادي اللي كتسمى اسيف تيفنوت، وهي واحد الدوار اللي صغير، ها هو واحد التجمع سكني كيبان لكم هنا غير صغير. بالنسبه لهاد المنطقه الناس ديالها كيعتمدوا على الفلاحه وتربيه الماشيه، هادو هما الانشطه اللي كيديروا هنايا بزاف. الصراحه الحاجه اللي عجبتني بزاف في هاد البلاصه هادي هو الديكور ديال الجبال، شوفوا على الديكور داير بحال داك الشكل ديال لي غورج ديال تودغا ديال بومالندالز، فيهم واحد الديكور اللي يا سلامه. فيهم جوج انواع ديال الصخور، كاين هادو اللي لتحت وكاين هادو اللي الفوق، دوك اللي الفوق سبحان الله كيبانو بحال منحوتين، ولكن راه داكشي طبيعي. بالنسبه لهاد السقاي ديال السيمي كتشوفو من هنا غادي فيها الماء على البدايه ديالها، كتبدا من هنا وكتسالي فيها 500 متر. هاد السقايه اللي كتشوفوا صاوبوها غير الناس ديال الدوار هنا، لانه سولت واحد السيد البارح قال لي حنا اللي صايبناها. وهاد الماء هذا كيجي من داك السد من الهيا كيدوز من هنا عادي، وهنا هاد البلاصه هادي مصايبين فيها هاد السقايه هادي. بالنسبه لهاد الماء هذا كيستغلوا الساكنه ديال الدوار هنا، كيسقوا به الفلاحه ديالهم، كيبردوا به المشيه ديالهم، كيصبنوا به، كيشربوه كذلك. حدا سولت واحد السيد هنا قال لي كنشربوه، كيدوشوا به. المهم الاخوان الجبل هذا شبعان مغارات، مثلا وحده هنا وحده هنا
واحد جوج عاوتاني لهيه. الصراحه ما كرهتش نمشي نكتشفهم، ولكن شوفوا معايا الاخوان لابس غير الصنداله، وهاد البلاصه هذه هنا فيها الغيس بزاف. ما لقيتش الصراحه منين غادي نقطع لديك البلاصه، ولكن بلاش ما ندخل لهم، غالبا غيكون فيهم غير التعلب، داك التعلب اللي ديرونج انا البارح غالبا غيكون هادو هما المساكين ديالو. شوفوا معايا الاخوان هاد الحاجه، والله الا اول مره كنشوفها في كرون ديال الماء. ها هو تمنى احنا مالنا، احنا راه مغاربه معلم، ها هو بقينا حتى جبدنا. المهم جبدتو دابا غير باش نشوف هاد الشكل ديالو كيفاش داير، وغادي يردو لبلاصتو بطبيعة الحال. احنا المغاربه راه اللي فينا ما يهنينا، ضروري الحاجه خصنا نبقاو نهبشو حتى نجبدوها. هو الضب مشى دار غار في وسط الصحراء، مشينا كنهبشو عليه وجبدنا، بقى غير في كرون. ها هو شوفوا الاخوان كيفاش داير، صراحة قهوة ناضية. تحياتي لمول القهوة فولاد بالرحيل اللي عطاني هاد القهوة، حتى الفيليبين ما تلقاش بحالها. خدنا عنده واحد 50 غرام البارح، الصراحة داكشي ناضي. والحاجة اللي عجبتني فيها بزاف هي الريحة ديالها، تخيلوا معايا دايرها في الصاك حتى في لابون، تعطي لابون فيها واحد الريحة اللي واعرة. قهوة من السما بالعشور. الحاجة اللي غنختم بها الجولة ديالنا هي شي عومة في هاد السقاية هادي. عارف بزاف ديال الناس غادي يقول لا ما تعومش انا هادي وهادي وهادي، ولكن حنا سولت الناس ديال الحوار هنا قال لي مسموح تعوم هنا، لأنهم حتى هما كيعوموا في هاد البلاصة هادي. حتى فين يبان شي بيسين ولا شي، راه هاد العومة هنا يا سلام، عاد ما بارد بزاف واليوم كاين الصهد، شي حاجة ناضية. اخوان شتو هاد الماء هذا؟ والله ترخيتو ما تلقى راسك في الفيليبين ولا شي قد. المهم الاخوان هادشي كان في الفيديو ديال اليوم. هلاو